هاي ريكورد. فاذا نستكمل بشابتر 5 اللي كنا نحكي عن عنوانه Initial Value Problems for Ordinary Differential Equations. اتذكر هون مش هدفنا زي المساق ماث 203 انه نحل معادلات تفاضلية بالطرق الكلاسيكية او الطرق التقليدية او بنسميها analytic methods. لا، بدنا احنا نحل بطرق عددية، بمعنى بدنا نقرب الحل تاع هاي المسألة او الانيشال فاليو بروبلم. فاخذنا انا وياك وقلنا ضرورة لازم نحكي شوية، نعطي معلومات اساسية حول المعادلات التفاضلية وبالذات حول البوزنس وشو معنى ليبشيتس وهكذا، كله شرحته في المحاضرة الماضية فمش راح أعرج عليه. وبدنا نبلش أنا وياكو مباشرة بمحاضرتنا الثانية بأويلرز ميثود. أويلرز ميثود يا جماعة هي أبسط وأسخف طريقة غير مستخدمة، يعني خلينا نقول مستخدمة بالسياق ضعيف، يعني مش مشهورة، مش كثير مفضل استخدامها. اسمها Euler's Method لتقريب إيش حل لمعادلة Initial Value Problem، يعني معادلة تفاضلية مع شرط ابتدائي نسميها Initial Value Problem. إذن we seek to approximate the solution y of t. تخيلوا إنه y of t هو حل Initial Value Problem، هاي حابين نقربه بس مش نقربه كاقتران، لا، حابين نقرب y of t وهذا الشيء المعتاد في الطرق العددية، حابين نقرب الحل y of t المجهول بالعادة طبعا، حابين نقربه عند ايش؟ عند نقاط معينة. هذول النقاط المعينة من نسميهم مش، ومن باب التبسيط وليس ضرورة راح نفترض بانه المش تاعنا او النقاط هذول شو مالهم؟ equal spaced يعني على نفس المسافة من بعض. إذا على الفترة من A ل B راح أختار N equal spaced نقاط T not T one T اثنين لحد T N capital، هذول بنسميهم المش وحاب نقرب الحل عندهم. كونهم equal spaced المسافة نقدر نتخيل بأنه المسافة بين كل T واللي بعدها راح تكون ثابتة بمقدار H. كم ال H بهاي الحالة؟ واضح اللي هو B ناقص A على N. إذن T not T not تساوي A زائد صفر في H، يعني A. إذن T not هي بداية الفترة تاعتي، T1 راح تصير بداية الفترة اللي هي A زائد H، T2 A زائد 2H، A3 A زائد 3H وهكذا. لاحظوا انه المسافة بين كل H بين كل T وT بين T والT اللي بعدها مقداره H، عشان شو قلنا عنهم equal spaced. اذا عند هذول النودز او المش TI بدي اوجد تقريب للحل الحقيقي Y عندهم. فبدي اقول شو تقريب ال Y الحل اللي بعرفهوش عند ال T not. عند ال T not ما في تقريب، ليش؟ لانه عند ال T not هي y of a، t not a قلنا، t not قلنا a، y of a معطى في المسألة، إذا فعليا بديش أقرب عند t not لأنها معلومة عندي، بس بدي أقرب عند t1، إذا بدي أعرف شو y عند t1، قديش تقريبا، y عند t2، y عند t3 قديش، y عند t4، لحد y عند tn capital، والtn اللي هي مين بتكون آخر وحدة؟ اللي هي نهاية الفترة b. إذا حابين نقرب الحل تانا عند المش هذولا T1 T2 T3 لحد T N. كم المسافة بين كل نود ونود؟ H. طيب شو فكرة Euler's Method؟ Euler's Method بتبلش بالنظرية المعروفة إلنا اللي هي نظرية تايلر، تايلر's Theorem. ذكروا في الكالكولاس تعرفنا على نظرية تايلر أو تايلر's Theorem بشكلها العام، فإذا طبقناها بالشكل المخصص تايلر ثيورم وأخذنا لحد المشتقة الثانية، يعني بلغة الكالكولس N تساوي 2، بهاي الحالة تذكروا
وخلينا ناخذ حول اي نقطه نسميها تي ستار. تذكر كان يقول لنا في الكالكولس اوجد تايلور ثيورم اكسبانشن اباوت مثلا الصفر اباوت الخمسه اباوت اكس نوت. لو كنا نعملها اباوت شيء اسمه تي ستار اي عدد نسميه تي ستار ما قلنا. فبقدر اكتب واي اوف تي على الشكل واي اوف تي ستار زائد تذكر واي فتحه اوف تي ستار في تي ناقص تي ستار زائد المشتقه الثانيه. اذا بدي اوقف هون بشيل التي ستار وبكتب عدد زي تاو. تمام؟ اذا واي فتحتين اوف تاو على اثنين مضروب في تي ناقص تي ستار الكل تربيع. لو بدي اخذ كمان حد بشيل التاو وبكتب مكانها تي ستار. فبصير عندي زائد واي دبل برايم تي ستار على اثنين مضروب في تي ناقص تي ستار الكل تربيع. زائدا المشتقة الثالثة إذا بدي أوقف عند المشتقة الثالثة بقول زائد المشتقة الثالثة عند تاو على اثنين مضروب على ثلاثة مضروب عفوا في تي ناقص تي ستار الكل تكعيب. وهكذا. تمام؟ إذا نرجع شوف أنت تايلورز ثيورم بكتاب الكالكولاس. فتفضل يا بلال. دكتور في شاب صاحبي اسمه عوض فاتح معنا على الزوم بس شو الصوت بحكي لي مش واصله. الصوت مش واصل. انت واصلك؟ انا واصلني بس هو مش واصله. عنده المشكلة يعني ما في عندي اي اوبشنز اني اتحكم فيها. يعني طالما هو واصلك واصل الجميع شو اسمه يعني كان واضح هو واضح بس هو بتكون مشكلة من عنده. بالضبط شو عنده المشكلة ما بقدر أعرفها من عندي. تمام شكرا دكتور. حياك. فيا جماعة إذن هاي نظرية تايلور مخصصة للمشتق لحد المشتقة الثانية. طيب نكمل أنا وياكو. هلأ هاي إذن تايلور ثيورم خلصنا منها. نكمل وتساوي y of t star y of t star زائد بس يا جماعة مش ال y فتحة نفسها dy على dt اذا y فتحة dy على dt لما تحسبها عند t star ما هو ال y بيحقق المعادلة التفاضلية وبالتالي dy على dt عند t star يعني y فتحة of t star هي نفسها f t star y محسوب عند t star. اذا بقدر اشيل ال y فتحة من المعادلة التفاضلية هاي الواي فتحة واكتب مكانها اف وهذا اللي عملته. بس الاف تذكروا الاشي الجيد اني بعرف شو هو حيث المبدأ الاقتران اللي معي في المسألة. طيب نكمل في تي ناقص تي ستار زائد واي فتحتين اوف تاو على اثنين مضروب في تي ناقص تي ستار الكل تربيع. تذكروا انه التاو في نظرية تايلور هو عدد ما مش مألوف مش معروف ولكن معروف بانه بين التي ستار والتي دائما راح يكون. تمام؟ شو هو؟ مش عارفينه بالضبط. طيب، هاي نظرية تايلور خصصتها أنا بشكل عام. صح؟ للاقتران واي. شو رأيكم نشيل التي التي ونكتب مكانها تي اي زائد واحد. ونشيل التي ستار ونكتب مكانها تي اي. مي صالحة لكل تي وتي ستار هالتايلور ثيورم. شلتهم وكتبت تي اي بلس 1 وتي اي. شو بتصير عندي هاي المعادله اللي هون؟ بتصير عندي على هذا الشكل. فبصير عندي واي تي اي بلس 1 تساوي واي تي اي زائد اف تي اي واي تي اي في اتش زائد واي فتحتين تاو اي على 2 مضروب في اتش تربيع. منين اجت الاتش تربيع يا جماعه؟ متذكر تي اي بلس 1 تي ناقص تي ستار يعني نفسها تي اي بلس 1 ناقص تي اي. كم المسافه بين بين نقطتين متتاليات تي اي وتي اي بلس 1 اتش لانه قلنا ايكوال سبيس المسافه بيناتهم كم دائما ثابته اتش. فالتي اي وتي اي بلس 1 حاصل طرحهم بيعطيك اتش فصفى عندك ايش؟ اتش تربيع. اذا كتبنا مكان التي تي اي بلس 1 ومكان التي ستار تي اي تايلورز ثيورم راح تعطينا اللي موجود هون. طيب ممتاز. هلا لو كانت الاتش صغيره اوكي لو كانت الاتش صغيره تربيحها بصير صغيره كثير صح؟ يعني مثلا تخيل 1% تربيحها بصير عندنا قديش؟ 1 بال10000 بصير صغيره كثير.
فمن حيث المبدأ المقدار الحد الأخير اللي هو remainder اسمه بتيلرز ثيورم بيصير صغير بسبب انه الاتش تربيع بتكون صغيرة. اذا هذا الشيء بيحكي لنا بانه remainder term نقدر نوعا ما نشيله بحيث انه المعادلة مش راح تصير تتغير. فاذا شلنا remainder term راح ينتج عندنا remainder term هذا الحد الأخير اللي فيه اتش تربيع، بتصير عندي هاي المعادلة، بتصير شكلها المعادلة اللي هون، بصير عندي y t i plus 1 تقريبا يساوي لي y t i زائد f t i فاصلة y t i في h. ممتاز. لما وصل لهون أويلر لما وصل لهاي النقطة قال معناته راح أولد أنا التقريبات تاعوني بالطريقة التالية. قال ال y of t i شو راح أسميه w i. إذن WI بذهننا تعني التقريب مين؟ تقريب للحل الحقيقي Y عند النقطة TI. وبالتالي منطقياً إنه نستخدم هاي المعادلة عشان نولد الحل الحقيقي. تمام؟ اتذكروا إنه W not اللي هي عبارة عن شو؟ إذا بنيجي نتذكر W not تساوي Y عند T not. بس Y عند T not اللي هي واي عند الاي، واي عند الاي معطى معي اللي هي قيمتها كم؟ الفا. اذا اجى اويلر قال دبليو نوت دائما بختارها الفا، زي كانه ايش الحل تاعي عند ايش؟ عند البدايه معروف عندي الفا قيمته. بعدين اجى قال واي اوف تي اي بلس 1 بكتب مكانها دبليو اي بلس 1، والواي اوف تي اي قال بكتب مكانها دبليو اي زائد ال H حطيناها هون F T I Y of T I قال بكتب F T I W I. طيب هلا بنقول له طب انت مش كيف بدك تحسب هلا ال W I يعني شو استفدت؟ لا هلا صارت مفيدة اللي عملها. اذا تبنينا هاي التقريب اللي هون تبنينا عشان نصنع هاي الالجوريثم اللي بنسميها Euler's method. لاحظوا معي هلا لما بدنا نيجي ناخذ ال I قيمته صفر، خذ ال I قيمته صفر بصير عندك هون W1 شو تساوي؟ W0 بس معروف W0 ألفا بس بعوضه زائد H، H عدد معروف احنا من البداية اخترنا F T0 تمام يعني زي كانها F الـ A في عفوا فاصلة W0. طيب T0 و W0 معروفات، بحسب الـ F وبضرب في الـ H وبجمع له الـ W0، مين بكون حسبت؟ W1. اها صار اذا عندي W0 و W1، W0 تقريب عند T0 مش تقريب عارفه بالضبط، وال W1 تقريب الحل الحقيقي عند T1. طب كيف بدي اقرب عند T2؟ باخذ ال I2 ال I1، اذا اخذت ال I1 بصير عندي W2 تساوي W1 بس W1 حسبته في الخطوه السابقه اتذكره، فبصير عندي زائد W1 في H F T1 في ايش؟ فاصلة W1. بحسب هذا الشيء بيطلع عندي W2. بعيد الكرة بوجد W3 W4 لحد ما اوصل لحد مين؟ لاخر W اللي هي WN. هون ممكن لازم كتبت N ناقص واحد مو N. هون I من الصفر لحد ال N ناقص واحد. بحيث اني اخر اشي اوصل عند مين؟ عند ال WN مش ال WN بلس 1. WN بلس 1 زي كانك تحسب عند ال TN بلس 1 خارج الفترة يعني بعد ال B. فعشان اوقف عند ال B اللي هي الفترة اللي انا مهتم فيها بدي عند مين اوصل لحد ال TN. اذا هنا في خطأ مطبعي N ناقص 1. اذا بالملخص هاي هي يا جماعة Euler's method اللي بتولد لي حلول تقريبية لا initial value problems. لاحظوا بانه سهلة الفهم، بسيطة، تطبيقها بسيط مش معقدة، ولكن بتمتازش بدقتها. كيف راح نفسر ونحكي أكثر لاحقا. خلينا هلأ كبداية نأخذ مثال. يلا هلأ مثال واقعي بيقول لي استخدم Euler's method with H تساوي نص، يعني الستيب سايز الفترات الجزئية عرضهم نص، فراح أبلش من عند البداية زائد نص وهكذا.
عشان تقرب حل لهاي الانيشال فاليو بروبلم اللي هي واي فتحه تساوي واي ناقص تي تربيع زائد واحد. طبعا يا جماعه هاي المعادله لينيا فبنقدر نحلها بالطرق ال 203، بس اخذنا كمثال وليس لانه صعب الحل بالطرق العاديه، فقط مثال توضيحي، مساله عارفين حلها. طيب اذا واي فتحه تساوي واي ناقص تي تربيع زائد واحد، بدي الحل على الفتره من 0 ل 2، علما هذا الشرط الابتدائي انه واي الصفر قايل لي تساوي نص. تمام. هلا الاتش كم قايل اللي بدي تستخدم؟ نص. فالمش النقاط اللي بدي اقرب عندهم دائما البدايه تي نوت اللي بحالتنا صفر، بعدين النقطه اللي بعديها اسمها تي 1 راح تكون صفر زائد اتش يعني نص، اذا بدي اقرب كمان عندي النص، نص زائد اتش تصير عندي واحد، اذا بدي اقرب كمان عندي الواحد اللي بسمها تي 2، تي 3 واحد ونص، بعدين تي 4 2. خلاص بوقف لانه ايش، انا بدي اقرب فقط على الفتره من 0 ل 2. اذا المش تاعوني الصفر والنص والواحد والواحد ونص واثنين، تمام. هذول عباره عن كم نقطه؟ خمس نقاط. الفعليا بحاجة اني اقرب عندهم اربع نقاط، تي 1 لحد التي 4. ليش؟ لانه عندي التي نوت اللي هي عند الصفر، ايش داعي اقرب؟ لاني بعرف الحل. واي الصفر نص معطى معي. اوكي؟ اللي هي نفسها راح اسميها دبليو نوت. تمام. اذا يلا بدنا نطبق هلا ايش؟ اويلرز ميثود اللي موجوده في اعلى الصفحه. عندنا دبليو نوت كالمعتاد اللي هي واي الصفر اللي قيمتها الفا، والالفا نص، اذا دبليو نوت تساوي نص. هلا باخذ العداد في اويلر ميثود وباخذه قيمته صفر. لما الاي صفر بصير عندي دبليو 1 تساوي دبليو نوت، فرجوا على المعادله هاي يا جماعه، دبليو نوت زائد اتش في اف التي نوت دبليو نوت، وتساوي دبليو نوت زائد اتش. وين الاف طيب يا جماعه؟ هذا الاف اللي هو الطرف اليمين في المعادله، ها اللي كتبته هون صراحه. فبدنا نعوض مكان التي تي نوت ومكان الواي بدنا نكتب دبليو نوت، هاي معنات اف تي نوت دبليو نوت. عوضوا في المعادله هاي بتصير عندي هاي، بس التي نوت صفر والدبليو نوت نص، كتبت مكانهم. نحسب هذا الشيء على آلتنا الحاسبه بيطلع كم؟ واحد وربع. اذا لو واحد سالنا بأويلرز ميثود كم تقريبا واي عند التي 1 يعني واي عند النصف عند النص، بنقول له تقريبا يساوي W1 اللي هو 1.25. هلا بدي احسب تقريب عند T2 اللي عند الواحد. يلا بصير عندك تفرج على فوقيها W2 تساوي مش W نوت، هلا W1 زائد H F T1 W1. لاحظوا كيف البساطة التطبيق. W1 حسبناها انا وياك 1.25، والT1 اللي هي النود الاولاني اللي قيمته نص. فبنعوض مكان ال W1 وال T1 ونبسط يطلع عندي الجواب 2.25. اذا هذا تقريبا واي عند ال T عند ايش عفوا عند ال T2 اللي هي واي عند الواحد. بعيد الكره بحسب W3 يطلع عندي 3.37 اللي هو تقريب للحل الحقيقي واي عند مين؟ عند الواحد ونص. واخيرا اخر تقريب ال W4 اللي هو بيعطيني 4.4375 اللي هو تقريب للحل تاعنا عند نهاية الفترة اللي هو عند الاثنين. في حدا اذا حدا عنده سؤال يا جماعة بيقدر يتفضل يسأل. دكتور هاي زي الريكرنس ريليشن صح؟ هي خلينا نقول ريكرنس ريليشن فعليا شكلها. لاحظ معي كيف؟ بانه عشان تعرف ال WI بلس 1 بدك تكون عارف مين ال WI. هذا جمال الموضوع. ليش؟ لانه انت بتبلش فقط من ال W نوت معروف، مباشره بتحسب مين؟ W1. بس تحسب W1 تحسب W2 W3 W4 W5، وما في حاجه انك تعرف كل السابقات، بدك اللي قبله فقط مباشره. عشان هيك بنقول عن اويلر ميثود بنسميها لاحقا واحنا نعطيها اسم بنقول عنها هي مثال على ما يسمى one step method.
عشان تنتقل للخطوة التالية بدك خطوة واحدة قبل، بس مش كل اللي قبل أو جزء منهم. في algorithms بتحتاج إنك مثلاً تستخدم الـ WI، والـ WI ناقص واحد والـ WI ناقص اثنين مثلاً، هاي بصير اسمها multi step method. الـ Euler method هي مثال على ما يسمى إيش one step method. تمام دكتور، حياكم الله. أي حدا من الزملاء كمان أي سؤال اسألوا يا جماعة. إذن هاي هي باختصار إيش Euler's method وتطبيقه. هلا بجوز نرجع نقول هذا المثال اللي هون، يعني شو اسمه إنه ما إحنا بنعرف نحله، مو مشكلة اخترنا مثال ولو حتى بنعرف نحله لاحقا، راح نقارن بالحل الحقيقي على أساس إيش يكون عندنا انطباع، أو خلينا نقول كيف هالميثود هاي التقريب اللي بينتج منها كويس سيء وهكذا. هلا من الأشياء اللي نظن ننتبه لها بأنه واحد لما نحل initial value problems مش راح يطلع معنى الحل y of t او تقريبه لما نحله عدديا، لا راح يطلع عندنا تقريب للحل y عند نقاط شو اسمهم مش كيف تختارهم، هذا بيعتمد انت من البدايه. بدأ ممكن تقول بدي اختار المش هذول، اختار الاتش هالقد وامشي عليهم. ممكن واحد يقول بدي 1000 مش، بناء عليه بيحسب مين الاتش، لانه تذكروا بانه عندك الاتش وهي بي ناقص اي على ان، ممكن تختار الان كابيتال وبناء عليه تحسب الاتش وبيطلع عندك تي نو تي 1 تي 2 تي 3 لحد التي ان، ممكن يكونوا 100 200 50 حسب انت كيف حاب تقرب. بحالتنا كانوا المش قليلات فقط، عندي 5 عددهم من تي نوت لتي 4 اللي هم 5. طيب يا جماعه هلا واحدة من الأشياء المهمة لما نشتغل في التحليل العددي بأنه أنت أجيت بالجوريثم، ممكن بدك شو دراك أنه هاي الالجوريثم تاعيتك تشتغل، يعني مجرد أنه قدرنا نطلع أرقام قد لا يمت بالصلة نهائيا للإجابة الحقيقية مثلا، يعني فيهم خطأ كبير. ممكن هاي السيكونس تمام اللي قاعدين منولدها أصلا بتتباعد، ممكن ما بتقتربش. ممكن واحد يقول طيب منطقيا إذا بتزيد النقاط النودز أو المش مفروض التقريب يصير أفضل، على الأقل هاي خبرتنا بالتحليل العددي. هل هذا الشيء فعليا صحيح؟ بجوز يكون صحيح وبجوز يكون لا، لازم نثبت هذا الشيء. إذا بدنا نقيم ألغوريثم معينة أو ميثود معين بدنا نحاول دائما شو نبين انها كونفيرجنت ونشوف الايرور المناط فيها. وتذكروا عملنا شغلات كثير شبيهه في ماده تحليل عددي واحد. اذا في الاويلر ميثود راح نحاول ايش نقيم الخطا اللي فيها، راح يكون على شكل ما يسمى ايرور باوند، يعني راح اجي اقول الخطا الناتج من اويلر ميثود راح يكون على الاكثر هالقد. فايش جيد انه نكون عارفين ايش ايرور باوند. هذا موضوعنا التالي، إنه نقيم هالأويلر ميثود بإيجاد error bound. إذن we want to quantify the error، حابين نشوف هالإرر هذا. لاحظوا معي إنه بالمثال الماضي W1 هي تقريب لـ Y عند النص، W2 هي تقريب لـ Y عند الواحد، لأن في خطأ فحابين نقيم هذا الخطأ. هلا بتيجي بتقول بسيطة شو الخطأ، اطرحهم من بعض. أوكي هذا هو الخطأ أو absolute error، بس بمنأى في السؤال تاعنا هل بنعرف احنا شو الواي في التطبيق؟ هلا بنشوف انا وياكم مثال، لو قلت لكم حلوه مش راح نعرف. اذا في التطبيق بنعرف ايش الواي، ممكن في المثال هذا تقول بعرف احلها واوجد الواي، ولكن تذكر بانه التطبيق العملي بالعاده الواي الشيء مش معروف، لو كان معروف ليش بدي اقربه؟ مو عندي بستخدمه، بستخدم تقربه لويش؟ لكن في التطبيق الواي بيكون شيء مجهول واحنا بدنا نحاول نقربه، وبالتالي هذا الشيء فعليا عمليا بقدرش احسبه لجهلي للواي. بعرف احسب الدبليو تقريب الواي، بس شو الواي بالضبط ما بعرف. فحابين نعرف بانه طيب هذا الشيء اللي هون اللي هو الخطا حتى لو مش عارفين الواي بقدر اعطي معلومات عنه. فهاي النظريه الشغل اللي راح نشتغله في هذا السكشن، او في خلينا نقول في هذا الموضوع الجزء. عشان نصل للنظرية الرئيسية والمهمة كثير بدنا خلينا نقول نظرية صغيرة
مش راح اثبتها اذا حاب تطلع على برهانها عادي، ولكن برهانها مش راح يكون مطلوب منها. شو هاي النظريه بكل بساطه بتحكي؟ بقول تخيلوا انه في عندي سيكونس معروف، انه عندي زي زميلكم حكى ريكورنس ريليشن، تخيلوا انه في عندي سيكونس اي اي معروف عنها بانه اي اي بلس 1 دائما بيكون اقل من 1 زائد ثابت معين اسمه اس في العنصر اللي قبله اي اي زائد ثابت اخر اسمه تي. شكلها غريب، تخيل انه هاي المتباين على هذا الشكل تحققت. من هاي المتباين بقول لي ذن يمكن اثبات بانه الاي اي بلس 1 بيكون اقل من اي للقوة اي بلس 1 في الثابت اس مضروب في اي نوت زائد تي على اس ناقص تي على اس. شوية شكلا غريبة، تحفظوهاش خليها ببالنا. اوكي هلا راح نرجع لها انا وياكو لما نحتاجها، فهاي كمقدمة. هلا خلينا نرجع انا وياكو للنظرية المهمة اللي بتحكي لي عن الايرور باوند تاعيت الاويلر. هاي النظرية بتقول افرض انه الاف كونتينيوس وليبشتس على المجموعة دي، دي تذكروا اللي هي التي من اي ل بي والواي من ناقص انفينيتي ل انفينيتي، هاي هي الدي راح ناخذها دائما لما نيجي نشتغل في الجانب النظري. and المشتقة الثانية للحل واي اللي بعرف هوش لاحظوا هاي الجملة، الشرط على المشتقة الثانية مش شرط سهل انه نثبته في التطبيق بالمناسبة، ولكن خلينا نجار النظرية. بيقول واذا علمنا بانه المشتقة الثانية دائما اقل من عدد ام لكل تي من الاي للبي، تمام؟ إذا المشتقة الثاني bounded بنقول باللغة الإنجليزية. إذا F continuous Lipschitz على D المشتقة الثانية للحل Y bounded، فإنه النتيجة هلأ الخطأ تاعنا باستخدام Euler هذا هيو الإرر لن يتجاوز هذا المقدار اللي هون، كمان اللي شكله مش كثير خلينا نقول سهل او لطيف. فبيقول لي بانه الخطا تاعنا لن يتجاوز اتش في ام، الاتش اللي هي الستيب سايز على 2 في ال، تذكروا ال رمز استخدمناه اللي هو بيعني الليبشتس كونستانت، مضروب في اي للقوه ال الليبشتس كونستانت للاف في تي اي ناقص اي ناقص 1، تمام؟ هاي ذكروها. طبعا هي يعني شو اسمه تقدروا دائما تطلعوا عليها، ف يعني اذا ما حفظتها عادي، ولكن انا بنساها بصراحه دائما، يعني بعد كم من يوم راح انساها. على كل حال اذا لاحظوا معي هاي بتعطيني ايش؟ ايرور باوند او ايرور باوند على الايرور تاعنا المناط بأويلر ميثود. خلينا نشوف أنا وياكو برهانها، لأنه خلينا نقول برهانها مفيد وبيعلمك للمستقبل، خصوصا لما تحكي لما تشتغل بالبارشل ديفرنشال إكويجنز كيف تحلهم عدديا، ولذلك كويس كثير أنه نشوف برهانها. طيب أويلر ميثود كتبتها، هاي أويلر ميثود ومن تيلر ثيورم في عندي رقم 2، طبعا هاي اشتغلتها فوق أنا وياكو، نرجع أنا وياكو فوق هيها، رجعت كتبتها تحت، هذول بنعرفهم 1 و2 بنعرفهم. طب شو رأيك ناخذ معادلة 1 ونطرحها من معادلة 2، فبصير عندي yti plus 1 ناقص wi تساوي yti ناقص wi زائد h في f ti فاصلة yti ناقص F T I W I زائدا Y W برايم of T I على 2 مضروب في H. إذا طرحت 1 من 2 وصلنا لهون، خطوة بسيطة. شوكو ناخذ القيمة المطلقة للطرفين عشان لاني بدي أحسب الأبسوليوت إيرور، فأخذت القيمة المطلقة للطرف الشمال هون وأخذت القيمة المطلقة للطرف اليمين. على الطرف اليمين في عندي تخيلوهم حدين 3، لما بدي اخذ القيمه المطلقه، المطلق ما بيتوزع الجمع بمساواه، بيتوزع باقل او يساوي
هاي اسمها تريانجل انيكواليتي. فأخذت المطلق لليمين ثم وزعت المطلق بالتريانجل انيكواليتي، فبصير عندي إيش؟ أقل أو يساوي، أقل أو يساوي مطلق هذا الحد زائد مطلق هذا الحد زائد مطلق هذا الحد، وهذا اللي عملته هون. والأشياء الموجبة طلعتها برا المطلق. ممتاز. بس أنا وياك وشو قايل لي عن الأف بالنظرية؟ بأنه افرض أنه الأف لبشت، وكون الأف لبشت للي قرأ المحاضرة الماضية، هذا بيعني لي أنه أف الواي تي آي ناقص أف الدبليو آي بيكون أقل من ثابت اللي هو ال في مطلق فرق الوايات، اللي بحالتنا مين مكتوب مكانهم؟ واي تي آي والدبليو آي، إن هذا من شرط الليبشتس على الأف. زائدا المشتقة الثانية يا جماعة شو قلنا عنها؟ باوندد، محصورة بعدد أم، وبالتالي واي دبل برايم للتاو آي أقل من مين؟ من أم. عوض مكان الأشياء، استخدمت الليبشتس واستخدمت الشرط على المشتقة الثانية منها باوندد، وصلنا لهون. هلأ إذا بنتفرج، هذا الحد مشترك في الحد الأول، مشترك في الحد الثاني، أخذته عامل مشترك، فصفى عنا المتباين اللي هون. إذا توصلنا أنا وياكو لا إنه YTI plus 1 ناقص WI plus 1 مطلق أقل أو يساوي هذا الشيء اللي هون. طيب عشان أفبرك اللي طلعت معي بالنظرية اللي سميتها لما ستار لهذا الشكل، إذا منقارن بيناتهم منلاحظ بأنه اللي توصلت له في تشابه عظيم. راح أخذ H في L أسميها S، والواي تي آي ناقص دبليو آي مطلق راح أسميه أي آي، وأم H تربيع على 2 مضروب أو على 2 راح أسميها T. إذا عملت كذلك بتصير عندي هاي المتباين اللي هون تماماً هاي شكلها. أها بس نرجع أنا وياك للما ستار، هذول زي بعض، هاي من لما ستار شو بتنتج لي؟ ذن المتباين التالية، فراح أطبق لما ستار، وإذا طبقت لما ستار راح يطلع عندي تماماً هاي نقلتها من لما ستار. طب شو الاي نوت يا جماعة؟ نرجع الاي اي تساوي واي تي اي ناقص دبليو اي، اذا الاي نوت تساوي واي تي نوت ناقص دبليو نوت، بس واي تي نوت اللي هي واي عند الاي اللي قيمتها الفا، والدبليو نوت كمان الفا، اذا واي الاي ناقص واي نوت صفر مطلق الصفر صفر، اذا عرفنا انه الاي نوت صفر لأنه W نوت نفسه Y T نوت. تمام. هلأ A plus I في S، A plus I في S يا جماعة هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن I plus 1 في H في L، لأنها ال S تذكروا شو كتبت مكانها H في L، فبصير عندي I plus 1 في H في L، بس I plus 1 في H اللي هي نفسها تي اي بلس 1 ناقص ايه، لانه يا جماعه شو بتعرف تي اي بلس 1؟ تي اي بلس 1 تساوي لي اي زائدا اي بلس 1 في اتش، انقل الاي على الشمال بصير عندي تي اي بلس 1 ناقص ايه تساوي لي اي بلس 1 في اتش، اذا اي بلس 1 في اتش بالتعريف هي نفسها هاي، والال خلتها. إذا يلا نصفط أنا وياكو هاي المعادلة اللي هون، المعادلة في أعلى الصفحة بتصير عندي الأي نوت أكتب مكانها صفر، اختفت الأي نوت، تي على أس بتصير عندي تي على أس، وهون في تي على أس عامل مشترك طلعته هون، بظل عندي الإكسبوننشال ناقص واحد، بس ارجع أكتب مكان التي اللي هي اتش على أم، والاس اللي هي 2 على ال. اذا بعد ما عوضنا كل هالمعطيات في هاي المتباينه بيصير عندي اي اي بلس 1 اقل من تي على اس، ك
في E للقوة I plus 1 في S ناقص 1، بس T يا جماعة H على H في M والS 2L، فنعوض مكانهم ونبسط الأمور، بتصير عندي يا جماعة لأنه AI plus 1 أقل من HM على 2L في E قوة TI E للقوة TI plus 1 ناقص A في L ناقص 1. ارجع اكتب مكان الـ I I ناقص 1، بيطلع تماما ادعائنا اللي موجود هون، واسترجع مكان الـ AI زي ما سميتها اللي هي Y of TI ناقص WI. فبدها شوية يعني تمشيهم بتشوفهم مرة ثانية وبتمعن، ما في اشي نهائيا اي شيء رياضي معقد. الاشي الرئيسي اللي هو استخدمناه لما ستار، وطبعا هنا اكيد استخدمنا تيلر ثيورم وهكذا، ولكن رياضيا البرهان مفهوم وبسيط. فهذا بيعطي هيك وبهيك بنستكمل برهان النظرية. راح نسميها انا وياك الايرور باوند ثيورم فور اويلر، تمام؟ خلينا نشوف انا وياكو تطبيق مهم. هذا التطبيق هون المثال، راح نشوف مغزى هالايرور باوند. بيحكي لي بهذا المثال عندك الانيشال فاليو بروبلم التاليه: واي برايم تساوي تان انفرس الواي، حيث التي من الصفر الى الواحد، علما بانه واي الصفر تساوي واحد. واجينا انا وياكو بدنا نحلها بأويلرز ميثود. طبعا لما نحلها بأويلرز ميثود في خطأ، صح؟ في خطأ عند التي 1 التي 2 لحد التي ان. هو بقول لي انا بدي اصمم أويلر ميثود بحيث انه الخطأ تاعي عند اخر نود اللي هو عند الواحد ما يتجاوزش 1%. هيك انا بدي. طب كيف نختار؟ اذا صار عندنا السؤال شو الاشياء اللي بنقدر احنا نغيرها في أويلرز ميثود؟ فقط عدد النودز، او اللي هو او اللي هو بالتلقائي بغير لمين؟ الستيب سايز. اذا الاشياء اللي ممكن اتحكم فيهم اللي هو فعليا الاتش، كم الستيب سايز تاعك. اذا صار زي كان السؤال كيف اختار الاتش، شو اختار الاتش بحيث انه اضمن انه الخطا الناتج من أويلر ميثود ما يتجاوز 1%. هلا بتيجي بتقول هاي المسألة، لاحظوا انه اخترتها انا بعناية بحيث انه مش سهل توجد الحل واي اوف تي، مع انه امثلة الكتاب راح تشوف امثلته معطيك مسألة معروف حلها، اوكي؟ فمش كثير منطقي، ومع ذلك بنقدر لسه نستخدم النظرية. فاذا هاي المسألة اذا حاولت تحلها، هاي تان انفرس بالمناسبة يا جماعة، مش تان للقوة ناقص واحد. فإذا بدك تحلها ما بس بتقول لي كامل الطرفين، أي يعني خلينا نقول إذا بدك تعاملها كسبرابل مش سهلة، تمام. إذا هاي المعادلة صعبة الحل وحلها الحقيقي مش معروف، ومع ذلك حاب أقربه باستخدام أويلر. بس تقريبي بدي إياه يمتلك صفة بأنه إيش ما الخطأ فيه ما يتجاوز قديش 1% عند لما ايش لما تي تساوي واحد، يعني عند نهاية الفترة تاعيتي بديش الخطأ يكون اكثر من 1%، تمام. هلا النظرية اللي عندي هون هي مفتاح الشيء اللي هي الايرور باوند. شو هاي الايرور باوند فورمولا بتقول لي؟ بتقول لي الخطأ عند التي اي اقل من هذا المقدار اللي هون. طب احنا بدنا الخطأ لما ايش؟ لما الاي تساوي قديش ان، حيث اني اكون واي عند التي ان اللي يعني واي عند النهاية، واي عند الواحد ناقص دبليو ان، تقريبي اخر تقريب عندي بدي اياه يكون اقل، هو راح يكون اقل من هذا المقدار. طب شو رايكو نحاول نختار الاتش بحيث انه هذا المقدار اللي هون على الطرف اليمين اللي يمكن حسابه يكون اقل من 1%. إذا قدرنا نختار H بحيث أنه هذا الإشي اللي هون أقل من 1%، بيصير عندي هذا الشيء اللي هون الخطأ أقل من 1% تلقائي، لأنه هذا أقل من هذا، وبخاصية التعدي بيكون أقل من 1%. إذا هدفنا صار شو نختار H بحيث هذا المقدار يكون أقل من 1%. بس عشان أحسب هذا الطرف اليمين من المتباينة
بدي الام وبدي ال صح، والاي معروفه اللي هي بدايه الفتره اللي عندي، والتي ان والتي اي انا الاي ماخذه ان كابيتال، التي ان كابيتال اللي هي بي، اذا هاي محسوبه كمان اللي هي بي ناقص اي. ما فخلينا نرجع انا وياك ونحسب الام ونحسب ال وهكذا. اذا عشان نحسب ال نحسب ال بدنا نشوف الليبشتس كونستانت للاف، الاف اللي هو الطرف اليمين اللي هو تان انفرس الواي. عشان احسب له عشان ابين احسب الليبشتس كونستانت تاعه ممكن قلنا نستخدم المين فاليو ثيورم تذكروا في المحاضره الماضيه، فبدي اطبق المين فاليو ثيورم واخذنا مثال شبيه في المحاضره الماضيه. فباستخدام المين فاليو ثيورم بيكون عندي اف تي واي 1 ناقص اف تي واي 2 يساوي مشتقة F بالنسبة للY في مطلق Y1 ناقص Y2. تمام، مشتقة F بالنسبة للY يعني بدك تشتق التان انفرس، اشتقوا للتان انفرس للY بالنسبة للY بيطلع 1 على 1 زائد Y تربيع، عوض مكان الY Y star Y شو ما بدك سميتها أنا Y star، حيث الY star عدد بين مين ومين بين الY1 والY2، فصار عندي يساوي هذا الشيء في مطلق y1 ناقص y2. طيب 1 على 1 زائد y تربيع اكبر قيمه له قديش؟ 1. اذا هذا الشيء اللي هون صار عندي عباره اقل من 1 في مطلق y1 ناقص y2، الكل مطلق عفوا. اذا بينا انه f ليبشيتس والليبشيتس كونستانت العدد اللي هون قيمته قديش؟ ال 1. طيب تمام، هلا بدنا نيجي شرط الباوند على المشتقة الثانية للحل واي. طب انت الواي ما بتعرفوش، كيف بدك تعرف الواي دبل برايم؟ لا بنقدر نستفيد من فكرة انه بعرف الواي فتحة، منين بعرف الواي فتحة؟ هي المعادلة التفاضلية اللي عندي، واي فتحة تساوي تان انفرس الواي، فبقدر اشتق كمان مشتقة بحصل المشتقة الثانية. طب خلينا نشوف بس هون نكون حذرين، ان احنا لما نقول واي برايم يعني واي برايم اوف تي مشتق بالنسبه للتي قاعدين مشتقه عاديه، لانه الواي بنهايه المطاف اقتران بدلاله التي، مثلا تي تكعيب زائد 10 هيك بكون الواي اوف تي. طيب هلا بدنا نوجد المشتقه الثانيه. طب شو المشتقه الثانيه؟ اشتقت المشتقه الاولى، بس المشتقه الاولى المشتقه الاولى هي تان انفرس للواي، منين جبتها؟ من المعادله المعطاه، فصارت الواي دبل برايم تساوي دي على دي تي لتان انفرس الواي. طيب كيف بدك تشتق تان انفرس الواي بالنسبه للتي؟ تذكروا انه الواي هو اصلا اقتران بدلاله التي، فلما اشتق شو بشتق؟ اشتقاق ضمني، فبصير عندك مشتق التان انفرس الواي 1 على 1 بلس واي تربيع ضرب مشتقة الواي اللي هي مين؟ واي فتحه، اشتقاق ضمني سميناه، او زي قاعده السلسله. هلا نكمل انا وياكو، واي فتحه نرجع بعرف شو هي تان انفرس الواي، رجعت كتبتها. اذا لاحظوا معي واي فتحتين ليست الا 1 على 1 زائد واي تربيع تان انفرس الواي حسبناها. طيب خلينا نشوف اكبر قيمه للواي فتحتين بالمطلق، اخذت المطلق. اذا اجينا ناخذ المطلق اول شيء 1 على 1 زائد واي تربيع فيش داعي للمطلق لانه مقدار موجب، ما حطلوش مطلق، ضرب مطلق تان انفرس الواي، هاي ضرب مطلق تان انفرس الواي، 1 على 1 زائد واي تربيع زقنا منها عرفنا انها اقل او تساوي 1 شلناها. بعدين مطلق تان انفرس الواي قديش اكبر قيمه لتان انفرس الواي بالمطلق؟ تان انفرس الواي يا جماعه رسمته عكس التكعيب دكتور، شيء بعتذر، رسمته يا جماعة تان انفر أيون عكس التكعيبي، بتكون رسمته كيف؟ جاية زي هيك، هذا تان انفرس الواي محصور هون من السالب باي اثنين وقل قيمة له هون عند السالب باي اثنين، وبالتالي تان انفرس بالمطلق اكبر قيمه له قديش؟ عباره عن باي 2. اوكي، اذا تان انفرس للواي اكبر قيمه له باي على 2 اللي هي راح اتخذها مين؟ الام. اذا
المشتقة الثانية حتى مع اني بعمش الواي قدرت اعرف بانها المشتقة الثانية اقل من باي على 2 اللي هي الام. عرفت الال وعرفت الام قيمهم، برجع على الايرور باوند فورمولا اللي فوق. اذا انا حاب اختار الاتش بحيث انه الخطا اللي هون يكون اقل من 1%، لانه هيك هو بده عند الايش دكتور بلا سؤال عند الواحد يكون اقل من 1%. بس هاي المتباين الاخيره اللي هون سهل انك تحلها، اضرب تبادلي تطلع الاتش اقل من قديش؟ من 2L في 1% على ام في اي قوى ال ناقص 1. عوضوا مكان الال والام بيطلع تقريبا او بيطلع الجواب 0.0074. اذا زي كانك نتيجتنا نحن بحاجه انه نختار الاتش بحيث انها تكون اقل من 0.0074 لنضمن بانه الخطا عند النهايه ما يتجاوز 1%. لو غيرت الواحد بالمية لواحد بالألف، كل اللي علينا نشيل اللي الواحد بالمية اللي هون نكتب مكانه واحد بالألف، تطلع أتش صغيرة، واضح إنه الأتش بتصغر. إذا لاحظوا من هون بإنه إذا بدي الخطأ يقل بدي الأتش أصغرها. فإذا بدي الخطأ يكون 10^-6 ممكن الأتش تطلع لازم تكون أقل من 10^-8. زي كأنك بدك تقول لي بدي 100 مليون نود، يعني 100 مليون مش بدك من تي نوت لتي 100 مليون. تخيلوا قديش هذا راح يكون مكلف على الحاسوب. عشان هيك أويلرز ميثود مش كثير عملية ولكنها مفيدة، خلينا نقول تعطينا تصور نظري جيد لإيش لفكرة حل المعادلات التفاضلية بالطرق العددية. دكتور ممكن سؤال بس بسيط؟ تفضل. زي فضلك. بس لما اشتقينا التان انفرس المرة الأولى ليش ما اشتقينا ضمني؟ هون واي في الواي دبل برايم صح؟ لا لا فوق الواي برايم. هون انتبه، انت شو بتحكي قاعد؟ بتقول الاف هو اقتران بيعتمد على التي ومتغير ثاني اسمه واي، رمز تخيله، زي اقول لك اكس وتي واكس تخيلها. فبدك تحسب مشتقة الاف بالنسبة للاكس او بالنسبة للواي. تمام؟ اف هو اقتران بمتغيرين، تقدر تشتقه جزئي. ما قاعد بشتق بالنسبة للتي، تذكر بشتق بالنسبة للمتغير اللي اسمه واي. التي بعاملها معاملة الثابت، المتغير اوكي اللي اوكي اللي تمام. هون اشي ثاني. لما انت هون بتقول لي الواي بدك هون بدك تشتق تان انفرس بالنسبه للتي قاعد مش بالنسبه للواي. تمام؟ فلما اشتقها بالنسبه للتي بتصير زي الكالكولاس، اف وجواته اقتران، كيف تشتقه؟ مشتقه تمام اللي هي تشين رول اسمها. تمام تشين رول. ايوه لاحظوا معي بانه اتش بدي اياها اقل من 0.0074. زي كانك بتقول لي الان بدي تقريبا اختارها على الاقل 136، لانه تذكروا شو العلاقه بين الاتش والان؟ الاتش تساوي بي ناقص اي على ان، الاي صفر لبدايه الفتره والبي في السؤال واحد، فاي بي ناقص اي واحد، صفت الاتش واحد على ان. اضرب ضرب تبادلي معناته الان بدي اياها تكون، بدي واحد على ان تكون اللي هي الاتش، يعني شيل الاتش اللي هون واكتب مكانها واحد على ان، بتصير بدي واحد على ان اقل من 0.0074. اضرب تبادلي معناته الان بدي اياها اكبر من واحد على 0.0074 اللي هي تقريبا قديش؟ 136. يعني بدي على الاقل 136 نود او مش، بدي من تي نوت لحد التي 136 اختار. تمام؟ فبدي اقرب عند التي 1 تي 2 تي 3 لحد التي 136. تي 136 اللي هي مين؟ واحد. اذا بدي بقدر اختار الان اكثر، 137 200 الف مليون. الخطا راح يصير يقل بهاي الحاله، ولكن على حساب ايش؟ بدي عمليات حسابيه اكثر. فرق بين انك تحسب عند 36 نقطه بين انك تحسب عند مليار نقطه. كونه انا كنت مكتفي باني اوصل بدي الايرور اقل من 1%، فيش داعي اختار التي
أكثر بكثير من 136. 136 كافي، 137 بيمشي الحال، بدك أكثر بيصير. إذا لاحظوا إنه هذا المثال مسبقا قبل ما نحل بقدر أختار الأتش أو الأن يكافئن بعض، لأن كذا بتعرف الأتش بتعرف الأن، بحيث إنه أضمن خطأي يكون أقل من عدد معين معطى لنا. هذا العدد نسميه بالعادة tolerance، يعني قديش مسموح لي الخطأ داعي. إذا نقدر نبني إحنا الحل تاعنا بحيث إنه نكون جازمين في النهاية بأنه الخطأ الفعلي فيه لن يتجاوز عدد معين. فهذا المثال قديش؟ 1%. فهي قوة إيش النظرية للإيرور باوند فورمولا أو النظرية السابقة. طبعا نقدر أنا وياكو بس بثواني نشوف شير سكرين هون يا جماعة. أنا بس هون فتحت برنامج الماثماتيكا بس حب أعطيكم هيك نبذة عنه سريع، لأني ممكن أفرجيكم بعض الأحيان تطبيق عليه. أوكي، فنقدر أنا وياكم مثلا بهاي المسألة نطبق أويلر ميثود بهذا المثال. أوكي، الـ A قيمتها 0 تمام، والـ B قيمتها 1 تمام، واخترنا الـ N قيمتها الـ N، راح اكتب هون N small يا جماعة 130 36. أوكي، والـ H تساوي بالتعريف اللي هي B ناقص A على N. لاحظوا اني بستخدم ان سمول مش ان كابيتال، لانه في برنامج ماثماتيكا الان كابيتال محجوزه كرمز فبقدرش استخدمه، فاستخدمت ايش الان سمول. اذا عندي هاي الاي وهاي البي وهاي الاتش، حطيت فاصله منقوطه عشان ما يظهر ليش الاوتبوت. اذا بدي اياه يظهر الاوتبوت بشيل الفاصله المنقوطه عند المكان اللي بدي اياه. فلاحظوا الاتش 1/36. اذا بدي اجبره يطلع لي اياه كمنازل عشريه حط احد الارقام بالديسيمال. طبعا الان خليها انتجر، فاذا عملنا زي هيك هاي الاتش تمام. اذا حاب تظهر الاوت وتظهره ما بدك حط فاصله منقوطه نخفي. هلا بالنسبه لنا كمان شو لازم لما نطبق اويلر ميثود؟ بدي اعرف الاف. الاف تاعنا اللي هو اقتران بمتغيرين تي مثلا فاصله متغير ثاني، لانه الواي بيمثل الحل تاعنا. شو نكتب مكانه مثلا زد، اف اوف تي زد بدل تي واي، شو كان عندنا؟ تان انفرس في الماثماتيكا ارك تان ارك تان الواي. طبعا بحالتي راح اكتب زد والتي مش ظاهره معي بالتعريف. اوكي، هلا عرفنا الاف ودخلنا الـ A والـ B والـ N والـ H والـ F. هلا بدنا 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 نخزن، بدنا نحط مكان نخزن مين فيه الحل التقريبي تاعنا اللي هو W not لحد الـ W 136. طبعا بنقدر شو نعمل يا جماعة؟ نتذكر أنا وياكو نبلش كالتالي. شو رأيكو ناخذ ال W not W كبداية؟ قديش كان معي في السؤال؟ كان معنا في السؤال W not قيمتها 1. بس لحظة، كانت قيمة ال Y عند الصفر 1، إذا ال W not 1. إذا شو أكون نكتب؟ W not تساوي 1 اللي هي الألفة الشرط الابتدائي تمام. هلا بدنا مكان نحط فيها الاوتبوت تاعنا W1 W2 وهكذا. طلع شو راح اعمل؟ راح اعمل W تساوي W كابيتال تيبل، هذا مكان راح اخزن فيه W الحلول تاعنا كبدايه. خلينا نحط في التيبل تاعنا قديش كله اصفار، بعدين راح اصير اكتب مكانهم. اذا بدي احجز مكان بس عشان احط الحل تاعي، فعملت تيبل كله اصفار. كم عنصر في هذا التابل؟ بدي ان من العناصر، بدي من تي 1 لحد تي 136
لعندهم احسب. اذا بدي هذا التيبل فاصله منقوطه تظهر ليش الاوتبوت. نكمل انا وياكم هلا. هلا بدنا نعمل لوب لانه تذكروا زميلكم حكى بينها اويلر هي ايش عباره عن ريكيرشن. اذا بدي اعمل لوب هاي فور تمام، هاي بدايتها وهاي تذكرتها ونبلش انا وياكم. بدك عداد الاي صح؟ الاي من وين بدها تتحرك؟ من صفر لحد قديش يا جماعه؟ لحد تذكروا لحد ان ناقص واحد تمام. وهذا بطبع فيه قاعد حرفيا على الماثماتيكا. الاي بدك تزيدها واحد واحد ولا اثنينات؟ لا واحد واحد. شو بقول له؟ اي بلس بلس، انه زيدها واحد واحد فاصله. طيب كيف شكل الاويلر؟ شكل الاويلر دبليو اي بلس 1 زي كانه تساوي لي دبليو اي بلس اتش صح، مضروبه في اف محسوبه عند تي اي فاصله دبليو اي. طيب طلعوا معي يا جماعه، ليش بدي اخزن انا في الدبليو اي؟ ليش ما احسب كلياته فوق بعضه؟ فشو راح اعمل؟ راح اجي اقول الدبليو شيل الايات هذول مش مهمات. طيب التي اي، التي اي شو بتعرفها يا جماعه؟ اي زائد اي في اتش، كتبت مكانها هيك اسهل. طيب هلا لما بده نيجي ندخل على اللوب انا وياكم، الدبليو نوت اللي هون شو راكم نسميها؟ نرجع دبليو، لاحظوا في دبليو سمول تحتيها دبليو كابيتال. الدبليو قبل ما ندخل اللوب كم مخزن فيها؟ واحد، اللي هي زي الدبليو نوت. طيب دخلنا على اللوب هلا من الفور، لما الاي قيمتها واحد شو راح يعمل؟ راح ياخذ دبليو اللي مخزن فيها واحد زائد اتش في اف اي زائد صفر، لانه الاي صفر تطلع اف الاي، والاي اللي هي صفر البدايه تي نوت زي كانها، فاصله الدبليو، الدبليو مخزن فيها الواحد اللي هي زي الدبليو نوت. بس يحسب هذا الشيء وين راح يرجع يكتبه؟ راح يرجع يكتبه فوق الدبليو. بس لما تكتبه فوق الدبليو بدك تخزنه في مكان عشان تستخدمه. فراح نيجي نقول له النتيجه روح خزنها في الجدول اللي هون في الموقع اي. كيف بعمل هذا الشيء؟ بقول له في الجدول في الموقع اي روح خزن الدبليو تمام، وهيك بنكون خلصنا اللوب تاعتنا. فلاحظوا معي فيش داعي احط اندكس، بقدر اظني استخدم نفس الرمز واكتب فوقي. طيب شو اكون ننفذ هذا الاشي اللي مكتوب هون؟ evaluate notebook حسبنا. شو رايكم نشوف الاوتبوت تاعتنا دبليو؟ هيهم يا جماعه ابتداء من في عنا هنا في مكان بس مشكلة R tan Z F صح A و B صحيحات H F ال A I plus H W I okay W I plus W I plus 1 اوكي تمام. اذا لاحظوا معي اللي طلع معي هون هو تقريب للحل تاعنا. اول عدد هون اللي هو تقريب للحل واي اللي بعرفوش عند التي 1، تقريب للحل واي عند التي 2، عند التي 3، عند التي 4، عند التي 5، عند التي 6، عند التي 7 لحد التي 136. طبعا هذا الاشي بقدر كمان مش كارقام اتعامل معه، بقدر ارسمه. فممكن اقول له ليست بلوت لانه هي عباره عن ليست، ذكر ديسكريت مش كونتينيوس. ليست بلوت مين بدك تعمل له ليست بلوت؟ الدبليو، الحلول التقريبيه. فهذا الحل التقريبي تاعنا يا جماعه هيك شكله. ف نقدر يا جماعه بالبرامج زي هيك نعمل حسابات هاي مش بالورقه والقلم. بس حبيت اعطيك نبذه سريعه بجوز بدها شويه، خلينا نقول مش سهل انه بدك تقرأه وتشوفه مرة ثانية وتتبع الكود، ولكن جوهريا
تعامل مع برامج زي الماثماتيكا حاليا مريح كثير، وفي كثير من الهلب والدوكيومنتيشن. تمام، ف بكتفي بهذا القدر اليوم. اذا في عندكم اي استفسار سريع او اي سؤال قبل ما انهي